نجم كرة القدم محمد صلاح الذي صعد إلى الشهرة عندما كان يلعب لنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري. لديه مجموعة تحسد عليها من السيارات لتلائم أسلوب حياته الفخم. داخل مرآبه يوجد العديد من السيارات المذهلة، وأكثرها شعبية من ألمانيا وإيطاليا واليابان. أولاً، أودي كيو 7. تمثل أودي كيو 7 سائق النقل العملي للعائلة والسيارة المفضلة لكثير من لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وتوازن كيو 7 إمكانية الاستخدام اليومي مع الفخامة الباهظة. ويمتلك محمد صلاح كيو 7 تي إفس آي 45 ذات محرك V6 3.0 لتر الذي ينتج 333 حصاناً وعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر. ثانياً، لامبورغيني أفنتادور. ليس من الغريب امتلاك محمد صلاح لسيارة لامبورغيني أفنتادور، خاصة أنه لا تقل شهرته عن باقي نجوم كرة القدم، وتعد هذه السيارة رمزاً لأصحاب الملايين حول العالم، والتي تتميز بأدائها القوي التي يمكن تحقيقه بمحرك V12 سعة 6.5 لتر لينتج قوة حصانية قدرها 750 وعزم دوران يبلغ 690 نيوتن متر. سيارة مرسيدس AMG GLE كوب كانت جدة ستوكارت على سيارة BMW X6، وهي سيارة دفع رباعين أنيقة مدعومة بأداء استثنائي، وتمتلك محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر يولد 367 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر لتضمن عدم تأخر محمد صلاح عن التدريب. ويبلغ تسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في غضون 5.7 ثواني. رابعاً، سيارة مرسيدس بنز SLS AMG رودستر هي واحدة من المشاهير بحد ذاتها، أقل عملية ولكنها بالتأكيد الأكثر تألقاً، مع محركها V8 سعة 6.3 لتر الذي يولد قوة 571 حصان و 650 نيوتن متر من عزم الدوران. خامساً، تويوتا كامري، وهي السيارة الأكثر تواضعاً بين السيارات الأغلى والأكثر قوة التي يملكها، وتعد تويوتا كامري سائقاً يومياً مريحاً وعملياً وموفراً للوقود، وهي دليل ملموس على شخصية نجم كرة القدم البسيطة والواقعية. نحن قد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ونتمنى كل التوفيق للاعب محمد صلاح لإحراز لقب أفضل لاعب في العالم، وبذلك سوف يكون الأول عربياً. ولا تنسوا الاشتراك في قناة يلا موتور لتكونوا على اطلاع على آخر الأخبار.